عملتي زي ما بيعملوا في المناسبات اللي زي دي، ان احنا ناخد رأي البت وكده يعني؟ طبعا طبعا، انا بس نفسي تقنعها بموضوع ان مش هقدر اعمل فرح عشان انت عارف ظروف الخاص، انما انا اجيب لها شقه غير انها تحت امركم في اي طلبات ماديه. عيب يا دكتور، ما تقولش كده، احنا بنشتري راجل واخر حاجه تهمنا الفلوس. احنا كل اللي يهمنا سعاده بنتنا، وبما ان سعاده بنتنا مرتبطه بالفلوس نتكلم شويه في الفلوس. مش هتجوزي لو حتى قتلتني يا حاحه، ولو طقت يا بنت. ده دكتور، وانت تقولي تتجوزي دكتور؟ ما بحبوش. حب تاني؟ هتقولي حب؟ قصدي ما بستريحلوش يعني. هو سابوه ولا توكا؟ يا بنت تعالي واحسبيها صح. ولو هحسبها صح مش هتجوز واحد مطلق ثلاث مرات وسمعته في الحديد، ها؟ وزمايلي كلهم بيقولوا عليه كلام وحش. وهو لو راجل وحش كان جيت قدامك؟ يا بنت بقولك ده دكتور، دكتور. هو انا عيان عشان اتجوز دكتور؟ كل ده ليه؟ عشان بتاع الانابيب؟ البوتاجازه بعينه واحده اللي انت بتحبيه؟ انت فكرك يعني بعد ما نضف واستحمى وبقى ناطر اللي هيبص لك ده هيتجوز اعرف فتاه فيديو كريب هتقابله، ومش بعيد يتجوز الحصان اللي بيطلع في الفيديو كريبات. حرام عليكي، حرام عليكي، ضيعتينا معاكي. انا صبرت عليكي بما فيه الكفايه، من النهارده انا مش هبص لك، هبص لنفسي وهبص لدنيتي. خش يا عروسه برجلك اليمين. ايه حصل؟ بقول لك العروسه كمان اخلع. اتفضلي يا عروسه بوركك اليمين. لا هخش بالشمال، اصل انا شغله والركب عني. حلاوتك يا ابيض. الليله ليلتي، الليله ليلتي يعني فرحي، يعني دخلتي النهارده. واسمع سلام، ما تزوقيني يا ماما، عوام يا ماما، ما تزوقيني يا ماما، عوام يا ماما. فيش يا اختي؟ لا ما اعرفش يا اختي، احنا بقينا هازبنت اند واي. خلاص ربنا سأل حاحا عشان يسترني. الكلام ده صحيح يا حاحا؟ اتجوزت رقاصه؟ اسمها فنانه استعراضيه. ربنا يخليك ليا يا حاحا. لعلمك انا ست في امتحانات فرقه رضا. بصي بقى حلاوه شمسينا. من يومك وعندك ميول تبقى وراني. قصدك ايه يا بنت؟ بتدي اتلمي احسن لك، ده انا اشرف منك يا ممرضه، يا بتاعت حقن العاده للرجاله. كده؟ طب تعالي بقى لما تعمك بمناسبه الزفاف السعيده. سمعوني يا سلام، خلي السلاح صاحي، خلي السلاح صاحي صاحي صاحي. حبيبي يا ابو احمد اتاخرتي. مساء الخير يا عمي. خير؟ هيجي منين الخير يا اختي طول ما انا عارفكم؟ في يا عمي مالك؟ ايه المقابله الكولد دي؟ انا كنت جايلك عايزه اكلمك في موضوع خطير. مش انت كبير العيله برضه؟ كبير ايه؟ اسكتي. مش انا صغرتي يا اختي وبقيت عيل؟ بقول لك يا بت، من الاخر كده انا راجل سافر ومنحط ودول، وروح يا اختي دوروا لكم على كبير عيله بحق وحقيقي. يلا الله يلا. ما توسع مراحك شويه يا عمي. بقول لك الواد حاحه جايب نسوان تحت في الشقه. يا بخته، عقبال يا اختي ان شاء الله. بقول لك نسوان، ويا ريت اي نسوان. دي البت مايسه الرقاصه وبيقول انه متجوزها، بس انا مش داخل دماغي الكلام ده، انا حاسه انه بيقرطصني. عقبال ما ربنا يكرمني واقرطصك انا راقر. يلا يا بنتي مع السلامه. يا عمي يلا مع السلامه بقى. يا عمي بس وقولي الحاحة عمك بيبارك لك وبيقول لك انك طلعت ارجل منه. يلا يا اختي، ومحدش يجي منكم هنا تاني، انا مسافر في فيتنام ومش عارف ظروفي. يا عمي يا ماشي يا عمي ماشي. بقولك ايه، اخراسي خالص وعدي ليلتك دي على خير. انا كل اللي انا عايزه منك ان انت تغيظي تفاحة دي، تمثيلية تمثيلية عشان نغيظها بيها. ماشي، ومش هنسالك وقفتك جنبي يا مايسر. ما تقف جنبي دلوقتي يا حا.
بجملة الجمايل يا اختي تنيل انت بتوريني ايه؟ ما كل ده انا دايسه قبل كده. ممكن اوريك اللي عمرك ما شفته. بس بقى ما تخلينيش ادنس بيت الاسرة الصغيرة، مش كفاية انك دخلتيه؟ لا يا اخويا، احنا اتفقنا اتجوزك كده وكده، بس ما اتفقناش تعذبني. ده في نمل بيمشي في عروقي، بصي النمل بيمشي ازاي؟ ده ايه المرة المنملة دي؟ بقولك يا مايسة، انا ما صدقت ان ربنا تاب عليا من افعالي وابتدى يكرمني. حرام يا بنت الناس، انا عايزة اتلم بقى. طب ما تلميني الاول علشان تبقى لمة وتبقى عامة. طبعا يا خالتي، سامية مهما حصل ما بيننا اختي، ما يهونش عليا حاحا اللي عمله ده، ضميري ما يسمحش. هو حاحا اخويا صحيح، بس احنا ولايه زي بعض. طب مستنياك يا خالتي. بالسلامة يا حبيبتي، تكر وانت جاية. ايوه يا باشا، عايزة ابلغ عن قضية دعارة. بس بقى، طب توريني مكان التطعيم. بس انت نايمة مع واحد عنده كوليرا، مش عايزة اشوف حاجة تانية. اغزي الشيطان بقى. الشيطان ذات نفسه اتحرق من النار اللي قايدة في جسمي. الهي تولعي انت وهو في يوم واحد. طب ما تولعني بقى. نقطها البوسه. نقطها يا حبيبي، نقطها يعني البوسه، وضفيها ضفيها عشان اولع فيه. طول الشهر اولع عليه دلوقتي. ما صدقتيني. يا سامي يا صدقيني، انت تصدقي ان انا اتجوز واحدة زي دي؟ مالي دي يا روح امك، وحياة امي لا نورياك. انا هوفي عليك بلطجية مصر كلها، لو شوفوك في فرح هيكسروا رجلك. انا هعرفك من دي يا ناس، اشهدوا. الراجل اتذكر ما عملش حاجة لانت الدخلة، ما دبحش القطة عشان هو اللي طلع قطة. طلع قطة. انا طلعت قطة. شفتي بقى؟ هي سيحت لي في المنطقة كلها وقالت عليا قطة. الزوجة الأصيلة ما تسيحش لجوزها وتقف جنبه يا قطة. استنى سامية وحياة أبوك ورحمة أمك محاسيبك. وسمعني سلام، لو ما كنتش أنت تدلعني مين هيدلعني؟ سامية سامية سامية، استنى سامي حوالي كده. بتبلغي عن البوليس يا اختي يا بنت امي وابويا؟ انا بلغ عنك البوليس يا